من شدة القهر والحزن والنكد تطلع النكتة مع الناس. يعني اليوم هيدي مهزلة المهازل وعلى شكله شكله الاضراب تبع الاتحاد الحاكمين للعمال، اتحاد المذاهب والطوائف. اليوم مثل ما بيقولوا سقط القناع، هن تظاهروا ضد هن، المذهبجية والطوائفجية تظاهروا ضد المذهبجية والطوائفجية، هن ضد هن. شو هالمسخرة؟ شو هالمسخرة؟ لهون وصل البلد. اتحاد عمالي عام كان طليعت الناس المطالبة بحقوق الناس المعترة المشحرة، صار بيتظاهر استنادا لأوامر الحكام المذهبجية الطوائفجية. يا عيب الشوم عملكم، هن تظاهروا ضد هن. يا عيب الشوم شوفوا شو عم بيصير، شوفوا الناس شو عم تحكي عليكم. افتحوا، ما بعرف اذا بعد في حياة. مثل ما قلت لهم عقدوا البيان النهائي تبع هذه المظاهرة بمركز هذه جمعية المصارف، وخلي المجرم رياض سلامة يقرأ البيان تبع الإضراب، وبركة بتجيبوا لكم كم واحد لص من هؤلاء الصرافين اللي عاملين الدولار هلأ ب15 و16، وحطوا لكم كم واحد. ما عم بحكي على الإضراب، ما حنحكي عنهم، هؤلاء النايمين بأهل الكهف هؤلاء اللي المفروض يتحركوا هلأ. بقى هذا البلد صار هيك. يا عيب الشوم لكم الحق على أهلنا اللبنانيين. يعني ناس للأمانة أنتوا عليكم حق كمان، تبقى مش بس على هول الهني ضد هني، أنتوا عليكم حق، عليكم حق، عليكم حق. الله يسترك يا بلدي، والله يسترك يا لبنان.